السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، في هذا الفصل سنقوم بالتعرف على لغة DDL Data Definition Language لإنشاء اللي هو الأوبجكت تبعون الداتابيس، يعني إنشاء الجداول والأشياء الأخرى الموجودة في الداتابيس زي السيكونس زي الفيو وهكذا. إنشاء الجداول، الهدف من الفصل هذا هو معرفة أنواع الكائنات داخل الداتابيس، ومعرفة أنواع الداتا تايب، أنواع البيانات زي رقم، صورة، تاريخ، نص، معرفة كيفية إنشاء الجدول، ومعرفة كيفية إنشاء الجدول باستخدام الاستعلامات الفرعية. يعني إحنا ممكن يكون عندنا جدول وننشئه باستخدام استعلام فرعي، يعني نعمل نسخة من جدول ثاني. معرفة كيفية إنشاء القيود المختلفة على الجدول، وصف كيفية عمل الأوبجكت المختلفة بالداتابيس. نبدأ على بركة الله. الكائنات الموجودة في الداتابيس، يعني الأوبجكت اللي موجود كداتابيس أوبجكت، عندنا التيبل والفيو سيكونس واندكس وسينونيم. التيبل هو الوحدة الأساسية لمكونات قاعدة البيانات والتي نستخدمها في حفظ البيانات، ويكون ويتكون من عدة صفوف. قلنا التيبل في النظر هو الريليشن اللي هو بتكون من صفوف وأعمدة. الفيو المناظير عبارة عن جزء مؤقت من الجدول، يعني جدول مؤقت يتكون من عدة صفوف وأعمدة ويتم لغرض معين بشكل مؤقت، يعني أنت مجرد للعرض، هو عبارة عن لوجيكال تيبل وليس تيبل فيزيكالي مخزن. لكن عندما احنا نطبق امر الفيو بتلاقي البيانات بتظهر بيانات معينه. السيكونس هو عباره عن رقم متتالي، وتتميز فيه اوراكل انه احنا لو بدنا نحط ارتفيشال كي، مفتاح صناعي يعني رقم تسلسلي، بنستخدم السيكونس لتوليد ارقام متتاليه، يعني من 1 ل 2 3 4 5 او 5 10 كذا، تمام. وهذا بيستخدم في المفتاح الاساسي البرايمري كي. الاندكس هي عمليه فهرسه لمين؟ للاعمده، لتسهيل عمليه البحث. لما بيكون عليها اندكس وانت بيكون عندك كتاب، بيكون عندك فهرس للبحث في الكتاب، بتلجا الى الفهرس، فهنا لتسريع عمليه البحث بنحط اندكس. السينونوم هو عباره عن اعطاء اكثر من اسم على كائن معين، يعني ممكن الجدول تعطي له اكثر من اسم، تمام. واحنا كنا نستخدم الالياس لاعطاء اسم لمين؟ للعمود. قواعد التسميه زي اي لغه برمجه، يجب ان يبدا اسم الجدول او اسم العمود بحرف، ويجب ان يكون بطول من 1 ل 30 حرف فقط، يعني ما يزيدش عن 30 بصير كبير. يحتوي فقط على اللي هو الهاش، دولار ساين، ارقام من 0 ل 9، سمول لتر من A ل Z او كابيتال لتر من A ل Z. ملاحظة مهمة انه لا يجب ان يكون اسم الجدول مكرر في نفس السكيما، يعني احنا السكيما عندنا اتش ار بينفعش نحط جدولين بنفس الاسم، لكن بينفع نحط جدول ثاني في سكيما ثانية بنفس الاسم. يجب ان لا يكون كلمة محجوزة، بينفعش تروح تستخدم جدول تقول له تسميه سيلكت او تسميه وير او تسميه جروب، هذه بناخذها بعين الاعتبار عند التسمية. جملة انشاء الجدول، قبل ما تنشئ الجدول يجب ان يكون لك صلاحيه انشاء جدول، والصلاحيه مين بيديك اياها؟ بيديك اياها الدي بي اي داتابيس ادمنستريتور اللي هو مسؤول قاعده البيانات. طبعا بنعمل كرييت انشئ تيبل جدول، اسم السكيما اللي بدك تنشئ فيها، لو انت بدك تنشئ في سكيما ثانيه ومعك صلاحيه تيبل، العمود اللي بدك اياه، نوع البيانات، ممكن نديله قيمه افتراضيه، ويجب تحديد الجدول واسماء الاعمده وانواع بيانات وحجمها، يعني حجم النص اللي موجود. هنشوف الان في مثال اللي هو كيف بتكون الداتا تايب هذه، كيف بنتعامل معاها وكيف بنحط الحجم تبعها. بالنسبه لكلمه انه انت موجود في سكيما معينه وبدك تنشئ في سكيما ثانيه، بتكون بالشكل هذا، انه انت عندك يوزر اسمه A ويوزر اسمه B. لو اليوزر A بده يجيب بيانات من اليوزر B، بقول له سيلكت نجمه فروم يوزر B دوت امبلوي، يعني اسم السكيما. احنا السكيما اللي بنشتغل عليها اتش ار، لو كانت هذه اتش ار موجوده وانا يوزر ثاني اسمه بي اي، بقول اتش ار دوت اسم الجدول، وهكذا بالعكس.
لو بده بي يجيب من اي بيقول يوزر اي دوت اسمه الجدول. الديفولت ايش يعني ديفولت فاليو؟ لو عندنا الهاير دي تاريخ التعيين وانا بدي ادخل بيانات وبدي احط له اللي هو تاريخ اليوم بحط له ديفولت زي ما احنا شايفين السيس ديت، سيس ديت اللي هو تاريخ بجيب الجهاز اللي انت موجود عليه الداتابيس تمام، وبصير هذه قيمه ابتدائيه انت مش مطلب مش مطلوب منك ادخالها، بدخل هو لحاله اوتوماتيك. نشوف كيف ننشئ جدول. كرييت تيبل ديبت مثلا، ديبت يعني ديبارتمنت، اخذ الديبت نمبر، اخذوا نمبر ايش يعني نمبر؟ رقم طوله 2 يعني بياخذ من 0 لحد 99 تمام. الدي نيم فار كاركتر 2 يعني فاريبل كاركتر 2، هذه خاصه باوراكل، هي عاده بالماي اس كيو ال بحط فار كاركتر يعني متغير، يعني كانه لسته من او سلسله متغيره من الحروف، يعني لو انت عندك 14 حرف رحت استخدمت 2 بتم ال 12 انك انت ممكن تستخدمهم من الذاكره بحجزهم. اللوكيشن فار كاركتر 13. كرييت ديت لو تاريخ الانشاء نوعه ديت، اذا عندنا نوع نمبر فار كاركتر وعندنا ديت. الديت حطه ديفولت السيس ديت. نروح نشوف كيف بننشئ الجدول هذا على اللي هو الاسكال سيرفر اس كيو ال ديفلوبر سوري. هاي الاس كيو ال ديفلوبر فولدر، بروح على اس كيو ال ديفلوبر رن از تمام تشغيل، ونشوف كيف بدنا نشغل الكلام هذا. طبعا هذه الطريقة اللي هو باستخدام الكود، احنا ممكن نستخدم طريقة أسهل، لكن احنا كمبرمجين بنستخدم الطريقة المعتمدة من كل الناس بتستخدمها. يعني الناس بنعرف الكود وكيف أنشئ. هاي تيبل، أنا هنا معايا اتش ار، وبدي أقول كرييت تيبل اسمه تيمب. تيمب يعني مؤقت. في الاي دي نوع نمبر. لو انت ما حددتش عادي بتم بحجز لك اللي هو النمبر، احنا ممكن نحط نمبر 2، وفي النيم نوع فار كاركتر 2، وفي فار كاركتر عادي اللي هو بس هذه 2 اللي احدث منها نحطه 50. والديت السي ديت يعني كرييت ديت نوعه من نوع ديت ديفولت حطينا له السيس ديت، وعملنا ايه ران لهذه. ايش قال لي؟ تيبل تيم كرييتد. لو عملت هنا ريفرش للبيانات وطلعت على تيم، هي عندي جدول اسمه ايه تيم، طلع اي دي نمبر، هذا ايش 50 بايت حجز له، هذا الديت سيس ديت بالشكل هذا تمام. الداتا ما فيش اي داتا، واضح بالشكل هذا احنا انشأنا الجدول. طبعا الفار كاركتر 2 تستخدم مع البيانات الحرفيه المتغيره الطول. الكاركتر لو عندنا كاركتر اذا الحجم ثابت، يعني رقم الهويه بيكون طوله 9 خانات، التسع خانات تاخذهم 9 كاركتر. نمبر بي واس برسنتج وساينتفك تستخدم مع البيانات الرقميه، ويمثل الحرف بي الجزء الصحيح، والعلامه العشريه اس هو الحرف اللي هو الجزء العشري. ديت مع البيانات تاريخ وقت، هي انواع بيانات. في نوع ثاني اسمه لونج تستخدم لتمثيل البيانات الكبيره الحجم اللي بتكون لحديت 2 جيجا بايت. ايش 2 جيجا بايت؟ نص، يعني انت ممكن تحط 2 جيجا بايت نص. في عندي سي لوب وبي لوب تستخدم لتمثيل البيانات الكبيره مثل الصور والرسومات والتي تصل حجمها ل 4 جيجا، هذا باينري لونج فايل، هذا باينري. بي فايل تستخدم لتخزين الملفات الكبيره والخارجيه والتي يصل حجمها ل 4 جيجا، يعني هذه 4 جيجا وهذه بس، هذه كاركتر وهذه باينري فايل. بي لوب يعني باينري، يعني ممكن تستخدمها لحجز فيديوهات، كتب، بي دي اف كذا، لكن لو انت عندك نص عادي تستخدم ايش؟ بي لوب. واللونج للصور ممكن نستخدمها لونج رو تمام. عرفنا لقيت ايش انواع البيانات الموجوده عندنا. نروح نشوف القيود اللي احنا ممكن نحطها على البيانات. القيود المختلفه
اللي هي في عندي نطنل، انه العمود هذا يبقى نطنل، الاتريبيوت الصفه تبعته نطنل، يعني بيقبلش قيمه نل. يونيك معناها انه قيمه منفرده وغير متكرره، انه هذا ما بتكرر. زي ايش مثلا؟ نطنل لازم يدخل اسم الموظف مثلا، يونيك الايميل انه ما بتكررش، لكن ممكن يحتوي على نل، يعني يونيك برضه ممكن يحتوي على نل. برايمري كي مفتاح الاساسي، فورين كي مفتاح اجنبي، شيك بيفحص القيمه، يعني بده يفحص اذا كان الراتب ما يكونش بالسالب مثلا. تمام. يمكن ان تقوم بتسميه القيود او خادم الاوراكل يقوم بتسميتها، يعني انت ممكن تعمل قيد تسميه او الاوراكل لحاله بيسميه. من الممكن انشاء قيود في نفس وقت انشاء الجدول او بعد انشاء الجدول، ممكن تعريف القيد على مستوى العمود او على مستوى الجدول، ممكن مشاهده القيد من خلال قاموس البيانات الداتا دي ديكشنري. طبعا نرجع هنا، هاي تيبل انشاناه بالسكيما تبعته، هاي كولوم، هاي داتا تايب، حطينا ديفولت. طبعا هذا ايش بقول لك؟ اختياري انت، ممكن تحط ديفولت. في كولوم كونسترينز، كولوم كونسترينز القيود على العمود، القيود على العمود اللي انت انشاته. تمام. وكونسترينز تايب، نشوف كيف هذه بتصير. هاي كولوم لو احنا حطينا كونسترينز تايب على مستوى العمود، بنحط كونسترينز على مستوى العمود. في عندي على التيبل، لو انا خلصت من كل انشاء التيبل في الاخر انا ممكن احط الكونسترينز. حفرجيك الطريقتين اللي موجوده. الطريقه الاولى على مستوى العمود، طلع هي انشاء جدول الموظفين، في موظف، رقم الموظف، نمبر، نوعه، حطيت كونسترينز. كونسترينز هذه كلمه محجوزه زي ما هي بتكتبها. تمام. هذه الكلمه محجوزه، هذه الكلمه محجوزه، الكونسترينز كلمه محجوزه. هذه الكلمه الامب انت ممكن تحطها وممكن الاوراكل لحالها تعملها، يعني انت ممكن تقول بي كي على مستوى الجدول. هذه كلمه محجوزه برايمري كي اللي هو القيد. تمام. نشوف كيف هذا الكلام بيتم. كريت تيبل اسمه امب. تمام. ايش في قلبه؟ اي دي، او طلع امب اي دي نوعه نمبر، وامب نيم يعني طلع باخذ اسم الجدول وايش، والاي دي اسم الكولوم، والامب اندرسكور نيم اسم العمود. بنحطه هنا مثلا فارت كاركتر 250. انا بدي احط قيد هنا، فبقول له هنا برايمري كي، هو لحاله عرف انه هذا كونسترينز. ممكن اقول له كون constraints primary key، بس انا اسم الكونسترينس بي كي على امب، فبقول له برايمري كي. طلع هذا على مستوى، انا ايش سويت هنا؟ على مستوى الكولوم قلت له في عندك قيد هنا اسمه بي كي على الامب، برايمري كي تبع الامب، حطيته ايه؟ برايمري كي. او ممكن انت هذه باي ديفولت ما تحطهاش، لحاله بيعرف انه هذا قيد. تمام. بالنسبه لهذه ممكن نحط له نوت نال. تمام. انه هو بيعرف انه هذا كونسترينس، انه هذه نط نطنا. تمام. هنا على مستوى الجدول انا انشات كل شيء، ممكن احط له كونسترينس، احط اسم البرايمري كي واختاره. يعني كيف هذه بالنسبه للنقطه هذه، اني انا اخذت النقطه، طلع كيف انا لو انا عملت الجدول هذا وما حطيتش برايمري كي هنا وانا مخلص كده، بقول له في عندك قيود كونسترينس، حط اللي امب برايمري كي، هذا بياخذ ايش؟ الامب اي دي بالشكل هذا. تمام. انه هنا بصير عندي بالشكل هذا، عندي برايمري كي اسمه الامب اي دي زي ما انت شايف. اذا هنا ايش بياخذ؟ الامب اي دي كبرايمري كي. تمام. هذا بالنسبه لمين؟ للبرايمري كي. في عندي يونيك، يونيك برضه ايش معناها؟ هذه ممكن تحطها نوت نل زي كده، يونيك انه ما يتكررش، فانت ممكن تحطها دايركت وانت بتنشئ في الجدول، او ممكن تنشئ الجدول في الاول تاخذ بياناته قبل ما تخلص تروح تحط اللي هو الكونسترينس اللي بدك اياها، تكتب اسم الكونسترينس ان شاء الله 100 كونسترينس انت حسب اللي هو الحاله اللي انت بتلجا اليها.
فورين كي هذه بتختلف. الفورين كي هي عباره عن كونسترينز بين جدولين، تمام؟ اذا في عندي هنا برايمري كي وهنا ايه فورين كي، تمام؟ لما انا بدي اضيف لازم يتاكد انه البرايمري كي تبعه موجود، اللي هي علاقه ايه انه لازم يكون عندي. ايش هو الفورين كي؟ هو عباره عن مفتاح في جدول اصله مفتاح اساسي، اصله برايمري كي، تمام؟ لكن الفورين كي يحتوي قيمه نل. كيف بنعرف اللي هو الفورين كي؟ طبعا احنا هنا بشرح هو شو يعني فورين كي، احنا شرحناه في الجانب النظري. كيف بنعرف فورين كي؟ هذه مهمه جدا الامر. بنقول له كونسترينس بعد ما نخلص طبعا ام ديب فورين كي. فورين كي بقول لك هنا مين تحط الفورين كي؟ حط الديبارتمنت اي دي في جدول الموظفين، الديبارتمنت اي دي فورين كي. في عندي حاجه بسموها ريفرنس، مرجعه ديبارتمنت اي دي. اذا هذه نقطه مهمه جدا ناخذها ونركز عليها، لانه دائما بنحتاج فورين كي، لانه الريليشنال داتابيس بتعتمد على الفورين كي. افترضنا انه انا عملت بالشكل هذا جدول، لكن الجدول هذا بدي احط فيه هنا الديبارتمنت فاصله ديبت اي دي، نوعه نمبر، تمام؟ خليته انا ما حددتش له نوع، بسيب لك اياه مفتوحه انه للنمبر قد ما بدك انت تحط بيانات للنمبر. لو حطيت كونسترينز حطيت له انا امب فورين كي، سميته انا بدي اسميه، قلت له هذا فورين كي. مين هو الفورين كي؟ الديبت اي دي، مرجعه ديبارتمنت ديبت اي دي، مرجعه ديبارتمنت ديبت اي دي، تمام؟ سوري ريفرنس بالشكل هذا، ريفرنس شوف كيف هذه مكتوبة بالشكل هذا، ريفرنسز هنا بناقص كلمة ايش؟ فورين كي. انا اسف، فورين كي نجيبها من هنا. هذا عبارة عن فورين كي وريفرنسز بالشكل هذا. هيك بصير عندي ريفرنس انه انا عندي هذا في الجدول هذا عباره عن فورين كي اصله جاي من جدول الديبارتمنت على سبيل المثال يعني، تمام؟ وهنا بقول لك انه كونسترينس امب ايميل يو كي يونيك ايميل، يعني ما بتكررش على مستوى الجدول. المفتاح الاجنبي، المفتاح الاجنبي يعرف عمود في داخل الجدول التابع على مستوى الجدول. الريفرنس تعريف الجدول والعمود في الجدول الاب، اللي هو الايه اللي هو اللي في عنده البرايمري كي. في عندي حالات لمين؟ للفورين كي. في عندي اون ديليت كاسكيد. ايش يعني اون ديليت؟ افرض انه انت بدك تحذف بيانات، كيف بدك تحذف وعندك قيد؟ بقول لك تقوم بحذف العمود الابن اذا قمنا بحذف العمود الاب. يعني ان حذفت اللي هو البرايمري كي اوتوماتيك بيحذف مين؟ الفورين كي تبعونه. يعني لو انا رحت حذفت الدائره رقم 90 بيحذف الموظفين اللي بيشتغلوا في دائره 90. اون ديليت ست نال، لو انا حذفت الدائره رقم 90 ايش بيعمل هنا؟ بروح بحط مكان الديبارتمنت اي دي للموظفين في دائره رقم 90 بحط لهم نال، تمام؟ في قيد اسمه تشيك. تشيك بفحص السالري، طلع انا كتبت الكونسترينس على السالري، كونسترينس ام سالري مينيمم، تشيك السالري اكبر من صفر. انت ممكن تحط كونسترينس وممكن ما تحطش، يعني تحطها دايركت، تحط تشيك سالري اكبر من صفر. يعني انا لو انت رحت هنا سالري، طبعا هنا ممكن نحط هنا تشيك افتح قوسين الديبت اي دي اكبر من 50، اذا بيقبل ايه؟ لما تيجي تدخل حيجي يقول لك كل رقم دائره بدك تدخله لازم يكون اكبر
من 50. هذا شرط انا حطيته في عمليه ادخال البيانات او على السالري بشكل هاد. طبعا عاده بشوف هو الحاجات اللي زي الايج، زي السالري او تاريخ معين. تمام، طبعا هذا مثال لانشاء جدول بالشكل هذا، يعني هو محدد لك كل الامبلوي كونسترينس، امبلوي اي دي برايمري كي، فيرست نيم كذا، لاست نيم كذا، كونسترينس ام لاست نيم نوت نال. تمام، هذا ايميل، الايميل كونسترينس نوت نال ويونيك. تمام، في نقطه بدي اقول لك اياها، انه في عندي حاجه اسمها انتيتي انتجريتي، فهو اوتوماتيك بياخذ البرايمري كي نوت نال. تمام، البرايمري كي يونيك. تمام، هذه النقطه دير بالك منها بالشكل هذا. طبعا في طريقه ثانيه لانشاء الجدول، انا خليني ارجع اعمل لك جدول بشكل وزر. طلع احنا لو سكرنا هذا ورحنا على التيبل، قلنا نيو تيبل، نرجع مره ثانيه تيبل، رحنا كليك يمين نيو تيبل، فانت سميت التيبل تيست، اسماء الاعمده حطيت له مثلا اي دي، حط زائد ايميل زائد، كل ما تزيد بيضيف لك عمود، لاست نيم او ميد نيم ام نيم. سالري مثلا، سالري ايش بيكون؟ نمبر. وهذا ايش بيبقى؟ نمبر. دخلنا بيانات ايميل، هنا بدي يبقى عندي ديبت اي دي نمبر و جوين ديت، جوين تاريخ ديت، نوع ديت بالشكل هذا. طبعا هنا في كونسترينس، هنا بنقول نوت نال، هنا بدك لازم يكون نوت نال، لازم يكون له سالري، لازم يكون دخل ايميل على قليه. تمام، بالشكل هذا. لو حطينا احنا طلع دي دي ال، بقول لك هيو كرييت تيبل اللي هو هي الاي دي وهي كذا وهي، هذا حطه نوت نال بالشكل هذا، وهذا عمل له ايه؟ كرييت. حطينا موافق، رحنا عملنا ريفرش، هاي تيست. تمام، لو انا بدي اعمل اديت له، طلع في تيبل في عندي حاجه بسموها كونسترينس انيبل ريليتد كون اد، طلع انيبل اول اد تشيك اد برايمري كي، احنا نقول له اد تشيك، بقول لك تشيك عمين كونسترينس نيم تشيك، تشيك سالري، تشيك كونديشن اكبر من صفر، انيبل تطبيق السالري، تمام. هيك صار عندي كونسترينس اسمه تشيك سالري. الايميل هذا بدي احط له انا حاجه ثانيه، بقول له هنا برضه اديت. طبعا انت ممكن تيجي على الكونسترينس هنا تتفرج تشوف سيك سالري كيف صارت، طلع هاي سيك سالري اللي انا عملته، هذول مين حطهم؟ ركن لحاله وانا بشتغل فيهم. هاي سيك 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 سالري اللي انا سميته، بدي احط ايه؟ برايمري كي، بقول له ايه؟ تيبل، ممكن احط له اديت للتيبل اتعدل عليه، طلع كيف اديت كونسترينس اد كونسترينس نيو برايمري كي، شايف كيف؟ ارجع كمان مره كليك يمين نقول له اديت، هنا نقول له كونسترينس، نقول له اد كونسترينس نيو برايمري كي. مين بدك البرايمري كي؟ الاي دي، شايف كيف؟ انا اخترت هذا، خلصنا. هو بسمي تيست برايمري كي موافق. لو اجينا احنا عملنا ريفرش، صار عندي ايش؟ تيست برايمري كي عليها، صار عندي البرايمري كي اي دي. نرجع كمان مره اديت له، بروح على كونسترينس قيود، بدك تحط عندي قيد جديد، حط نزل هذه نيو فورين كي، بقول لك هذا الفورين كي، تعال السكيما اللي انت شغال عليها، انا في الاتش ار التيبل ريفرنس كونسترينس تيبل الديبارتمنت كونسترينس ديبارتمنت فورين كي، هذا ايش بدي احطه؟ اون ديليت كاسكيد. تمام، اصبح عندي بالشكل هذا. لو انا على التيبل هذا التست، هاي تيست حطيت له ايه؟ كونسترينس تيست، بدي احط له انا هنا ايه؟
كاسكيد موافق، صار عندي فورين كي له، تمام. بالشكل هذا انا صرت احط فورين كي وبرايمري كي بشكل سريع. طيب بالنسبه لطرق انشاء الجدول، احنا ممكن ننشئ جدول عن طريق استعلام. يعني كيف؟ يعني انا انشئ جدول من بيانات موجوده اصلا. كيف هذا الكلام؟ نشوف هنا على طول على العمله، نشوف كيف بدنا ننشئ جدول. افرض طلب منك انشاء جدول الموظفين اللي بيشتغلوا في الدائره رقم 90، فبتقول له كرييت تيبل اسمه ام لويز ال 90. ام لويز طلع ديب ال 90، يعني موظفين الدائره 90. نفتح جوز از، تفتح قوسين بالشكل هذا. هنا السلكت ستيتمنت اللي حتكون هنا حتنشئ الجدول هذا بالكونسترينت تبعته. طلع سلكت نجمه فروم امبلويز، هيك بنشئ جدول بكل البيانات اللي موجوده في جدول الامبلويز، بسميه ام ديبت ال 90. لكن انا بدي بس الموظفين، وين ديبارتمنت اي دي بيساوي 90. هنا بروح بنشئ لي فقط جدول بالموظفين تبعين الدائره 90. طلع تيبل امبلوي 90 كرييتد. لو احنا عملنا ريفرش على البيانات 90 طلع هاي كونسترينس موجوده، هاي الداتا الموجوده عندي بالشكل هذا. صار عندي جدول جديد اسمه 90، حط اديت للجدول بتلاقي عنده كونسترينس موجوده عندك، الايه هاي الكولوم اللي موجود عندنا، ضيف الكونسترينس اللي انت بدك اياه. طبعا هو ما خدش الكونسترينس تبعت البرايمري كي، ممكن تحط له برايمري كي كونسترينس بالشكل هذا، تقول له نيو برايمري كي كونسترينس، تختار الجدول الحقل اللي انت بدك اياه. هنا سيلكت كولوم اندكس، بدك اياه اندكس، خلاص هيك بيكون صار عندي برايمري كي له، تمام. واضح هاي الكولوم اللي موجود عندي صار عندي برايمري كي له. واضح يا اخوان؟ واضح تمام. في عندي انا انشئت جدول وبدي اعدله، بدي اعدل الاستراكشر. تعديل الاستراكشر بستخدم دي دي ال. لقيتها في بدينا نخربط بين حاجتين، يعني في عندي ابديت. الابديت هذه يا اخوان عباره عن دي ام ال. الدي ام ال يعني انا بعدل على بيانات، بعدلش على استراكشر. بالنسبه للالتر بتعدل على الاستراكشر تبعت التيبل، الاستراكشر تبعت الاوبجكت في الداتابيس. نستخدم جملة ألتر في إضافة عمود، تعديل عمود، إعطاء قيم ابتدائية للأعمدة، أو حذف عمود. لكن الأبديت حذف سجل، تعديل سجل، كذا كلهم عبارة عن دي ام ال. حذف بيانات الجدول، افرض إن أنا بدي أفرغ الجدول من بياناته، بحذف هنا في عندي دروب، معناها إنه أنا بحذف الجدول كلياً، إنه أنا بحذف الجدول بالبيانات تبعته. تمام؟ في عندي امر ثاني اسمه ترانكيت، نشوف هذا كيف بنعملها مع بعض. انا عندي جدول اسمه ام كوبي اهو، تمام، في قلبه بيانات، في قلبه بيانات. انا عاوز احذف الجدول هذا، فبقول له دروب. دروب يعني احذف تيبل ام كوبي. ايش حيصير هنا؟ حيحذف جدول ام كوبي ببياناته. لو عملنا ريفرش هو لسه تم عندي هنا، دروب تيبل مفروض حذفه كل الجدول، طلع هو بس بيستنى شويه هيك حذفه كله، تمام. طيب طبعا لو عملنا رول باك برجعه ولا برجعوش؟ برجعوش. في الدي دي ال فيش رول باك، دير بالك من النقطه هذه، تمام. في عندي ممكن احنا الجدول هذا تطلع ام 90 في قلبه بيانات بالشكل هذا. انا بدي احذف البيانات بس بديش احذف الجدول، فايش بقول له؟ ترانكيت، ترانكيت احذف البيانات تيبل ام لو هذا الجدول اللي هو ام بليز ديبت 90. ايش قال لي؟ تيبل ترانكيتد. لو انت رحت ريفرش على الداتا
فبتلاقي انه البيانات اللي عندي كلها ايه راحت من الجدول. اذا في عندي دروب وترانكيت، ترانكيت بتحذف البيانات كلها، دروب بتحذف البيانات والجدول والستراكشر كله، بتضيع الجدول اللي موجود عندك. ملخص الوحدة، احنا عرفنا كيف ننشئ جدول، وتعرف على الانواع المختلفة للبيانات، تعرف على القيود، تعرف على كيفية حذف القيود. كيف ممكن نحذف قيد؟ نقول له ديليت ولا دروب ولا التر؟ تمام، هذا بدنا نشوفه ان شاء الله في المحاضرة الجاية، ونحاول انه نعمل تمرين نوضح فيه الكلام هذا ان شاء الله.